أما جيمانوكيان فتحضيرات الخاصة بمشروعه اللي لطالما حلم بتحقيقه انتهت، فافتتح مشروعه الخاص في دبي بحفل كبير جمع كثير من أصدقائه النجوم، والأجواء بتابعنا في تراكينج ستوري نمبر 2. الأساس تبع المحل هو الفن، وهالافتتاح اللي طال انتظاره حمل معه مفاجآت عديدة حس فيها الحضور من لحظة وصولهم. وبدخلة تليق بالنجوم مشوا أصدقاء جي على السجادة الحمراء. لك إذا بتعرفني بتعرفني بكل شيء، يعني يكون بالموسيقى أم بالرياضة أم بأي شيء بعمله بعمله من كل قلبي، وإذا مني فايت لعمل شيء بكل قلبي وعن جد غير بالمحل اللي أنا فيه أم بالبلد اللي أنا فيه ما بعمله من الأول. سواديك مرة قريت مقال حاطين إنه how Gimanukyan is changing Dubai's nightlife. Trust me, that was the plan from day one. إنه نقدر نخلق شيء يكون عنا إضافة. اليوم دبي، وقت تقول لاس فيغاس، وقت تقول نيويورك بتقول دبي. إلها السبب حرص جي إنه يهتم بأدق تفاصيل هالليلة. الشويات أنا اخترعته للشويات، كل شو كل لوحة رح تشوفها هي فريق عملي وأنا يلي صرنا أشهر عم نشتغل عليهم. عندي تيم بيطير العقل، عندي 30 فنان معي، عندي 10 مغنيين. فعم بقول لك هذا اسم ماي كولكتيف ميموري، يعني كل طفولتي كل شيء كبرت عم بسمعه من موسيقى لبنانية لعربية للخليجية، يلي في عنا شو الخليجي للدانسينج شوز يلي في كتير مكتوبين من فلومة مثل بيسك انستينكت ونان اند هاف ويكس و 50 شيدز اوف جراي. ف لا في نمط معين يعني سو كله اليوم عم نعمله بهالسيتنج اللي بيطير العقل. والذكريات الطفولة رجعت ميساء مغربي بهالليلة، فحرصت انها تتواجد لتدعم جي. انا يعني من عشاق جي مانوكيان وجماعتنا، وانتو كنتوا موجودين جماعتنا يعني مع بعض تجربة فريدة في اوائل ازمة الكوفيد. تالنت يعني كومبيتيشن اللي كانوا عاملينها دار الاوبرا في دبي، وهذه سابقة كانت في زمن كنا فعلا محتاجين دعم المواهب الفنية، ونحس إن الفن دائما lights up الحياة في كل الظروف. فأنا جاية اليوم عشان أشوفه. تاني شيء في باليرينا، وكل الناس بتعرف إن I'm an ex ballerina. I'm big fan of piano and I play piano. عندي بيانو في البيت. فكل الأشياء هاي يعني دغدغت الروح. ولكن الباليرينا اللي كانت باستقبال ميساء عند المدخل ما كانت إلا سنيك بيك لسهرة لبت أذواق النجوم المختلفة. أنا أحب الغنى. كلش أحب الغنى والأغاني والطرب. شوف أنا أموت أصلاً على سيرك دو سولي، المود تبع سيرك دو سولي، وحلو أنه عندنا بدبي بالإمارات يكون هذا النوعية من الشوز، لأنه صحيح إحنا نحب نطلع نتعشى نتونس، بس at the same time حلو أنه يكون قدامنا نايس شو. شوف أنا بحب أي شيء فيه شوكينج فاكتور، يعني بحب يعني عالم الثياتر هو عالم الإبهار، فكل ما يكون فيه إبهار I love it. وأنا I love musicals، بحب برودواي شوز، فبالعكس عالم بحبه. يعني بحب أتفرج على الأكروباتيك دانسز. شي يكون في ميوزك حلوة، الأمبيانس تكون حلوة، وما في شك أنه هون ذا ثياتر عاملين شي كتير حلو. سافر بالحضور لبلدان مختلفة مع كل عرض تقدم، إلا أن هالشيء ما يلغي مخططات النجوم للسفر هالصيف. فوين بيقضون عطلتهم؟ راح أخلص إن شاء الله من هنا، حروح وأرجع، يعني حيكون يوروب، ميكونوس، ماربيا، إيطالي إن شاء الله. رحت بيروت ورحت شرم الشيخ، وإن شاء الله رايحة ماربيا وأماكن أخرى. لا أكيد نزل على لبنان مع العائلة. أما لجين عمران، ديما الأسدي وميساء مغربي، فقرروا البقاء في دبي. والله شوف صحيح إنه حر، بس الأجواء إن جنرال في دبي كثير تحفة. أصدقائنا من كل مكان، السعودية، من الكويت، موجودين عزايم ما شاء الله ما بتنتهي، إيفنتات مثل ما أنت شايف. والدتي جاية دبي من أمريكا، فقررنا هاي الصيف كله بدبي نسوي سياحة داخلية. حتى لو حر في أحلى من دبي بالصيف؟ ما في أحلى. وطبعا ما في أحلى من الصيف في دبي مع كل النشاطات والحفلات اللي تم الإعلان عنها. فبعيد الأضحى في 21 يوليو الجمهور بيلتقون بيارا وسيف نبيل بحفل كبير في الفاستيفال أرينا. هذا إلى جانب الحفل اللي سبق وخبرناكم عنه اللي بيجمع وائل كفوري، ملحم زين، ومحمد خيري في 23 يوليو. أما في أبو ظبي بتشارك أصالة بحفل 22 يوليو إلى جانب حسين الجسمي. وباليوم اللي بعده راح يجتمع تامر حسني ومريم فارس بحفل في الاتحاد أرينا.